بسبب تزايد حالات تكيسات المبيض بين الفتيات والنساء صغيرات السن يلي بتأثر على النشاط الهرموني عندهم، لهيك ضمن فقرة التغذية اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل. طبعا كمان سالي رح نقدم أغذية ممكن إدراجها ضمن نظامنا الغذائي اليومي لحتى تساعد بالتخلص من المبيض متعدد الكيسات، رح تحدثنا بهذا الموضوع دكتورة التغذية ثواب الغبرة. صباح الخير. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. دكتورة يمكن ما في صبية أو أغلب الصبايا بيعانوا من موضوع مبيض متعدد الكيسات، خلينا بالبداية نحكي أكثر شو أسباب حدوث هذا الشيء. هلا بالبداية بالفعل هلا هو أهم سبب لإله هو مثل ما حكيت، هو حدث خلل بالتوازن الهرموني بجسم الأنثى. أول ما يحدث هذا الخلل بصير عندي عملية التبويض على المبيض غير ناضجة أو غير كاملة، فبيعلق البويض، تعلق البويضة اللي هي أساسا لازم تروح مثل قطرة الماء اللي طالعة من صنبور وتروح على الأنابيب لحتى تنقلها للرحم والأمور هاي، فبتعلق وبصير عندي الكويسات أو الجريبات اللي أنشأوها وهالأمور هاي كلياتها غير مضمحلة، فبصير مثل كويسات بسيطة بتصير بتغلف حالها بأكياس مي ممكن توصل عندي إياها لأحجام كبيرة جدا. هلا في عنا أحجام منطقية ما في أبدا، هنا نسميه الحجم الوظيفي، لكن إذا تجاوزت عندي إياها نحن بدنا نقول بالصوانتي بتبلش بقى المشاكل، ومشاكل اللخبطة الهرمونية بتصير بتحيط المبيض وبتخليه عندك إياه تعزل له أهم وظيفة هي إفراز الهرمونات السليمة تبعه وتغيراته، لأنه كمان مثل للرحم تربة كمان للمبيض تربة لها تغيرات هرمونية لازم تروح تختلف التربة بأيام الشهر عندي إياها حتى تحدث الدورة الشهرية بشكل منتظم. وقت بيصير هذا الخلل بتبلش المشاكل الدورة الشهرية وبتبلش بقى العلاجات التقليدية وبتبلش بقى الأمور إنه يعطوا خوافض السكر خوافض الأندروجينات وبيعملوا يعطوا تقريبا مثل ما بيقولوا الموانع الحمل اللي فيها استروجينات عالية جدا، ممكن تصير على المدى البعيد تأثر على وزنة تأثر على مزاجة تأثر على شرايين القلب لأنه بترفع لزوجة الدم بشكل عالي، بتفوت الأنثى بمتاهة اسمها الدورة الصناعيه اللي بتاخذ عندك اياها هرموناتها من حبه الدواء اللي بتحفز لها بطانه الرحم، وهي بتصير لساته عندك اياها مبيضه عم يصير مثل الفقاقيع الماء اللي ظاهر عليها وعم يتغلف كل ماله. هلا مشان ننطي للحديث نحن مو جايين نحكي عن معلومه طبيه لانه هي في لها تخصصيين، لازم نحط الحلول الحديثه حاليا للعلماء اللي عم يحاولوا انهم يقللوا هالظاهره هي بسبب كثره انتشارها بسبب الاكل المصنع نحن اللي نحن موجودين عايشين بعالمه واللي عم يعمل عندي هي عدم توازن حيوي بيولوجي بجسم كل أنثى. طيب دكتورين نحن قبل يمكن ما نفوت شوي بشق الغذاء بس بدي استفسر منك تفسير صغير، ذكرتي انه موضوع المبيض المتعدد الكيسات ممكن ياثر بخربة يمكن الدوره الشهريه، بياثر كثير على هرمونات جسم بجسم الصبيه، معناتها هذا الشيء قديش هو بياثر على موضوع الانجاب بحال كانت السيده متزوجه؟ اول شيء يا رنا بيفقد لها عندك اياها تقريبا نسبه كبيره من خصوبتها، 40% من خصوبتها بتفقدها في حال وجود مبيض متعدد الكيسات، بس الفكره الاساسيه في كثير اناث عندها هذا المبيض المتعدد بيحدث الحمل لانه هذا بيتوقف على تلقيح البويضه ونضجها وكيف تتلقى هذا الموضوع، في عوامل كثيره لان نحن ما بنقدر نحط هذا العامل الوحيد، لكن الفكره الاساسيه انه ما بيضعف الاخصاب، يضعف الاخصاب بشكل كثير عالي عند الانثى، لذلك لازم تنتبه على هالموضوع. هذا غير هيك انه ببلش يحرك الهرمونات الذكريه تنشط، احنا بنعرف الانثى عندها هرمونات ذكريه لكن بنسب كثير قليله اقل من الهرمون الانثوي، وقت بتضعفي مفعول الهرمون الانثوي مثل اللي بيقولوا لك بالعاميه غاب القطل عاب يا فار، فبيلعب الهرمون الذكري بجسمها بتبلش الشعيرات بتبلش عندي البنية العضلية. هلا أنا بس بدي نبه أخواتنا المشاهدات اللي بتحب النادي والرياضة وكتير الأمور، بدنا نعرف إنه الأنثى عندها فترة معينة عندك إياها، أول فترة 15 يوم هلا فترة الدورة خلصنا منها، الأسبوع الأول الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث ما تمارس رياضات عنيفة لأنه بهالفترة عم تقتل البروجسترون، نحن بنعرف الاستروجينات هلا عندك إياها بال15 الأولى في أسبوع هو بده يظهر البروجسترون، هذا البروجسترون ما بدي نشط عضلاتي كثير بهالأمور، مو يعني إن أنا تعمل خاملة وتقعد حركة، تمارس بس رياضات المشي الرياضات اللطيفة الأعمال المنزلية، لأنه الأنثى اللي بتمارس رياضة عنيفة وبتنمي عضلاتها كمان بتنشط هرمون التستوستيرون وبيزيد الأمر هذا سوء بالمراحل البعيدة، لذلك بتلاقي الرياضيات اللي الإناث اللي بتمارسوا الرياضة العنيفة والبودي بيلدينج بشكل عالي بهي الأسبوع هذا معرضين لهالاحتمال هذا بشكل كتير عالي، فلذلك نحن بنقول الأنثى لها مراحل تكون نشطة بأول 15 يوم، بعد ال 15 يوم تهدي شوي تمارس رياضات لطيفة لأنه زيادة العضل بهيك فترة بيزود نسبة هرمون التستوستيرون بجسمها، فأنا وقت بيسألوني بقول لهم في كمان كيف الأنثى لها عندك إياها بدها تتابع هالأمور هي كلياتها كمان بدها تتابع
في اسابيع بدها تريح شوي مشان يعلى نسبه البروجسترون ويعمل عندي يصير الجسيم الاصفر يتخلص منه الجسم او المبيض الاحرى، فمشان يصير عندي مبيض نظيف وهالامور هيك كلياتها. تمام. هلا مشان نفوت بقى بعالمنا وبتخصصنا بعلم التغذيه، هلا الفكره اهم شيء للحميه المناسبه للمبيض متعدد الكيسات، كل حميه تقلل من حموضة الدم. الأغذية اللي هي بتزود حموضة الدم هي أكثر أغذية تسبب كيسات المبيض وبتسبب عندك أساساً إجمالاً بالمجمل الخربطة الهرمونية بجسمها للإنسان. هلأ نحن حنحكي حمية بحسرية، بيهمني أنا يعرفوا تفاصيلها للإناس اللي هن عندهم هالمشاكل هي، لأنه كتير حتساعدهم على اضمحلال هالكيسات وتقلص حجمها. لا نغفل العامل الجراحي ورأي الاستشاريين الكبار من دكاترة نسائية، لأنه في أشياء ليس فقط تحتاج إلى حمية، يعني إذا صار في عندي لا سمح الله، لأنه الكيسات لها أنواع وظيفية، في حجم معقول في حجم غير معقول، في تدخلات جراحية أكيد لا يكفي أنه أنا والله عندي مثلا بعيد الشر كيس عندك ياسر تقريبا بالصوانتي تجاوز 3-4 سنتي، أقعد والله أقول أنا بدي أتبع حمية وأنا ما بدي عمل جراحي. نستشير دكتورين ثلاثة دكاترة في كتير عندنا ياهم فهموا هالأمور هي، تلاقي الرأي الأنسب وبنعمل هذا الموضوع، لأنه في أشياء لا سمح الله إذا صار عندي يا تبويض من لب المبيض لا سمح الله بتحدث أورام بتحدث هالأمور هي، في كتير تشخيصات وظيفية تجي عندك ياها حسب التصوير اللي بيظهر عندهم للأطباء. هلأ نفوت بقى بالحمية تبع المبيض متعدد الكيسات اللي هو نحن ما بيهمنا. يوميا صباحا بتاخذ الفتاة أو السيدة كباية مي دافية عندي ياها، بتنعصر عليها نص ليمونة ومعلقة عسل. ليش هي بنحطها هي؟ هي الوصفة جدا طاردة للفائض الهرموني بجسم وخاصة الهرمونات الذكرية، إذا كان عندها يا فائض من هالأمور هاد بيسمع ذكر بيقول أنا بشربها هاي معقول أنا تقلل إطلاقا، لا، أي شيء هاي الوصفة تعدل التوازن البيولوجي الحيوي للهرمونات بأي جنس من الصنفين، فهي كتير مهمة للأنثى المتعدد اللي عندها مبيض متعدد الكيسات. بعد ما تخلص حتاخد فطور عبارة عندي إياها بالنسبة لإلي زيت وزعتر أو أي شيء عندك إياها من الأشياء الخفيفة. اللي بيهمني أمره بعدها حتاخد فنجان اسمه المردقوش. المردقوش عندي إياها منظم هرموني رائع. الأغذى المناسب لإلها يكون في شيء في من الأسماك وفي شيء من سلطات الملفوف، هذا كتير بيناسبنا. في كمان عندي الميرمية بعد الغداء، الميرمية منظم هرموني رائع جدا. والنقطة الثانية على المساء تحاول تاخد عندي شيء من التفاح مع سلطة فيها زيتون وزيتون أخضر. هلأ المكملات المهمة لها هي عندك ياها الأحماض الأوميجا اللي كتير بيهمني أمرها، يوم أي يوم لا تاخد حبة زيت سمك كتير بيناسبها لخفض حجم الكيسة تبع المبيض. الشيء الأهم من هيك نحن بيهمني أمرها وصفة البقدونس والليمون. البقدونس الليمون عندك يا ترفع قلوية الدم. بيقولوا لي هلا الليمون حامضي كيف هيك؟ هلا منقول الليمون بالذات يطرد حمض البول من الدم، الليمون ما بيفوت فورا على الدم. نحن بالنسبه لنا بعلم الكيمياء الحيويه عندي الليمون يطرد حمض البول من الدم، بيأهل كمان طرد الهرمونات الفائضه من الاندروجينات اللي هي بتعمل مشاكل عندي الخربطه الهرمونيه حول المبيض، فبتلاقي فرقت معها للانثى كثير. حارجع عيدهم بالتفصيل المبول من اهم العوامل الليمون والبقدونس. دكتور معلش اسمحي لنا بعد ما ننتقل لبث مباشر رح نتابع حديثنا معك ونحكي مفصلا عن هذا الموضوع. مشاهدينا انطلقت اليوم المنافسات النهائية للأولمبياد العلمي السوري بمشاركة 388 شاب وشابة تأهلوا من تصفيات المحافظات، حيث تقام جولتين صباحية ومسائية لمدة 3 ساعات لكل جولة. طبعا نحن يمكن سابقا ضمن برنامج صباح الخير حكينا كثير عن الأولمبياد العلمي السوري اللي دائما عم نشوف هو عم يجمع الطلاب السوريين المتفوقين من كافة محافظات سوريا وبعدة مواد بالرياضيات الفيزياء كيمياء، عم نشوف صار في معلوماتية وأيضا علم الأحياء. رح ننتقل لعند زميلتنا رشا بندقجي الموجودة لحتى نشوف كيف الأجواء عندها. صباح الخير رشا. صباح الخير رشا. صباح الخير لك رنا، صباح الخير سالي، صباح الخير لكل مشاهدي قناة سما الفضائية. نحن هلأ معكم من فندق شيراتون دمشق ضمن فعاليات انطلاق المرحلة النهائية للأولمبياد العلمي السوري. طبعا هي المرحلة اللي رح يتم فيها اختيار الطلاب الأوائل على مستوى القطر على مستوى سوريا. مثل ما ذكرت سالي من شوي نحن في عنا 388 طالب وطالبة عم
بيشاركوا بهي المرحله. هي المرحله هي المرحله الرابعه من الاولمبياد. بهي المرحله طبعا اللي وصل لهي المرحله هو اجتاز ثلاث مراحل قبل. اول مرحله كانت على مستوى المدارس اللي تاهلوا على مستوى المدارس بكافه المحافظات السوريه، بعد هيك على مستوى المناطق كمان بكافه المحافظات، وصولا الى التصفيات النهائيه على مستوى المحافظات السوريه والتي جرت في الشهر الماضي. نحن الان في هذه المرحله الرابعه لاختيار الاوائل على مستوى القطر وهم النخبه. طبعا الاولمبياد هو مسابقه في العلوم الاساسيه كما ذكرتي رنا، علوم الرياضيات، فيزياء، كيمياء، معلوماتيه وعلم الاحياء. معنا اليوم بالشيراتون بالاضافه للطلاب اللي عم يقدموا الفحص في زياره من وزير التربيه، اذا تسنى لنا رح ناخذ منه هلا بعد شوي لقاء مباشر على الهواء. قبل ما ناخذ اللقاء وقبل ما ندخل طبعا لجوا لقلب القاعه لنشوف الاجواء الامتحانيه، بس معنا سياده الوزير صار جاهز. صباح الخير. صباح الورد، اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. هلا نحن بنعرف انه الاولمبياد هلا هي بسنته العاشره، في السنه الماضيه حقق كثير انجازات مهمه، حصد 4 ميداليات، حصد 5 شهادات تقدير. بالنسبه لنا بالنسبه لوزاره التربيه طبعا هذا الشيء بيعطي اكيد اشاره على المستوى العلمي العالي للطلاب، هالشيء كيف ممكن وزاره التربيه تتعامل معه بالنسبه انه يعكس له اهميه تطوير المناهج او تدريب الطلاب بحد ذاته؟ شو هو دور وزاره التربيه بهذا الاولمبياد؟ طبعا نحن شركاء، يعني الامر بين وزاره التربيه ووزاره التعليم العالي وزملائنا في الهيئه الوطنيه، نحن شركاء في هذا الموضوع، ونحن ان شاء الله مع قريبا ان شاء الله سيكون هناك طرح. لابد من مؤسسة هذا الامر، يعني اولا واخيرا الا تكون هنا مجرد جهود، يعني الان جهود، يوجد زملاء في الهيئه هم نشيطون يتابعون، لا، الامر يحتاج الى مؤسسة. فان شاء الله هذا الامر يعمل عليه وقريبا سيعلن عنه. هذا امر اخر، يعني هؤلاء الطلبه ما نعمل عليه مع زملائنا في الهيئه، اولا خطينا خطوه ما يتعلق بأولمبياد المدرسين، وشكل لدينا الزملاء الفائزون في الاولمبياد المدرسين اصبحوا هم يشكلون فرق لتدريب هؤلاء الطلبه لتحضيرهم لهذه الاولمبيادات. امر اخر ما يتعلق، هناك ما نسعى اليه سنه بعد اخرى مع زملائنا في الهيئه، هو الانتشار الافقي على مساحه الوطن للمشاركين، وبامكان زميلي رئيس الهيئه ان يعطيكم الارقام، فعدد المشاركين سنه بعد اخرى يزداد، وفي ذات الوقت اذا المنافسه تزداد، ونلاحظ ان هناك عدد من المحافظات في السنوات الماضيه لم يكن لها نصيب في النتائج السابقه، بينما في السنتين الاخيرتين نجد ان هناك محافظات دخلت المنافسه واحتل طلبتها. اسالك عنه، يعني موضوع المشاركه من كافه المحافظات، وقيل لنا هنا بان لا يوجد تغيب من الطلاب، هذا دليل على الاصرار على خوض هذه الامتحانات. خاصه وانا اقول كل عام بخير لكل ابناء الوطن، اننا في الخميس انهينا الامتحانات الفصل الدراسي الاول، والامر مستمر، واليوم نحن يوم الاحد الطلبه وصلوا من كافه المحافظات، لانه اولا واخيرا نحن نحتاج، ما نحن في سوريا اقولها دائما، سوريا غنيه بمناجم عقول ابنائها، ولذا لابد من ان تكون هذه المؤسسه كما اسلفت، هذا التعاون ان يكون هو اهتمام اكبر، هذه الفئه من الموهوبين والمبدعين والمتفوقين تحتاج الى اهتمام اكثر، لان هذه الفئه هي الاقدر على مواجهة الصعوبات والتحديات، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي والظروف المصيرية التي يمر بها الوطن. رغم كل ذلك هي رسالة للعالم أجمع، إجراء الأولمبياد وتحضير فرقنا للمشاركة هي رسالة للعالم أجمع بأن الشعب السوري هو محب للحياة، ودائما سيكون مشاركا في بناء الحضارة الإنسانية. والحمد لله، يعني رغم كل الظروف فأبناؤنا هم وصلوا إلى منصات التتويج طبعا، يعني في بالضبط، لذلك هذا الأمر حتى يكون هناك استمرارية، هناك تطوير لهذا الأمر، هناك مؤسسة إن شاء الله سيعلن عنها قريبا. شكرا لجهودكم. معنا حضرتك الأستاذ عماد العزب، حضرتك رئيس الهيئة الوطنية للأولمبياد العلمي السوري. هل هدف الطلاب اليوم اللي عم يقدموا فحص هو الوصول لمنصة التتويج المحلية قبل منصة التتويج العالمية؟ هذا الهدف كيف تحضرون له، وما هي انطباعاتكم عن الأجواء الامتحانية لليوم؟ الحقيقة بدأت الاستعدادات منذ بداية العام الدراسي
المدرسة بالتعاون مع وزارة التربية لتحضير الطلاب للمسابقات وخوض غمار تجربة الأولمبياد العلمي السوري على مراحل متعددة، بدءا من المدارس وصولا إلى المناطق، مرورا بالمحافظات، وصولا إلى المستوى الوطني الذي بدأ قبل قليل. لا شك هناك عملية تحضير امتاز هذا العام في عملية التأهيل والتدريب للطلاب، أن الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية استطاعت أن تقوم بعملية تأهيل وتدريب عند انتهاء الطلاب من مستوى المحافظات وقبيل وصول إلى المركز. هذا الموضوع ساهم بشكل كبير جدا برفع سوية الطلاب الآن، وهي الأسئلة بطبيعة الحال كما ذكر معالي السيد الوزير أنها أسئلة عالية، هي ليست أسئلة معقدة لكن أسئلة متقدمة، مستواها متقدم، وكل عام كل عام تكون الأسئلة مستواها متقدم أكثر من العام الذي تطور العالمي أيضا. بالضبط، ونحن نسعى بشكل حسيس إلى ردم الفجوة العلمية ما بين المستوى الوطني والمستويات العالمية. المستويات العالمية مستويات متقدمة جدا، ورغم ذلك كما ذكرتي حضرتك ننافس وحصلنا. نحن شاركنا، بدأت مشاركة الهيئة عالميا منذ عام 2010، في حين الأولمبياد بدأ عام 1959. استطاعت الهيئة في هذه المدة الزمنية القصيرة أن تتجاوز العديد من الدول التي مضى عليها عشرات السنوات، إن كان من حيث السوية العلمية أو من حيث الجوائز. وأنا متفائل جدا إن شاء الله أن يكون لدينا ميداليات، ونطمح كل يعني جميعنا لدينا طموح نحو الذهب هذا العام. أتمنى التوفيق لطلابنا. أظن أنكم تريدون أن تقوموا بجولة. شكرا جزيلا لكم. أعزائي المشاهدين، سوف نطلع على الأجواء الامتحانية. سوف ترصد لنا الكاميرا الأجواء الامتحانية. سوف نزعج الطلاب ولو لدقيقة بسيطة. طبعا الطلاب الآن يقومون بهذا الاختبار الذي يمتد على مدار 3 ساعات في أصل الفترة الصباحية، وتليها 3 ساعات أخرى في الفترة المسائية. كما قال لنا رئيس الهيئة الوطنية، الأسئلة متقدمة في هذه المرحلة، هي المرحلة النهائية لاختيار الأوائل على مستوى سوريا وصولا إلى منصة التتويج المحلية. سوف نرى هنا أجواء. صباح الخير. صباح النور. تعرفنا باسمك؟ اسمي تمام حوام، محافظة حمص، المادة الكيمياء. أهلا وسهلا. كيف الأسئلة؟ كانت الأسئلة متفاوتة بالمستوى الصعوبة، بس طبعا هي مستوى صعب، أصعب من الأسئلة السابقة، وهو المستوى المناسب نوع الأسئلة والمستوى اللي عم نقدم فيه الفحص. شو هو طموحك؟ وطموحي انه اشارك بالاولمبياد العالمي ومثل سوريا وارفع علم سوريا عالي بكل دول العالم. وانت اجيت من محافظة حمص، وانت مصمم انك تقوم بهي التجربة وتثبت انه سوريا المفروض انه يكون التحصيل العلمي فيها ما يتأثر بهي الظروف الصعبة اللي نحن عم نعيشها. مزبوط، لانه قد ما كان الظروف لازم نواجه الظروف ونثبت للعالم كلياته انه نحن شو ما صار عنا انه رح نضل طالع، رح تكون سوريا عامرة وفيها ناس بتشتغل وتتعب لاجل تحقق اهدافها وتجعل سوريا بلد افضل. شكرا جزيلا، بالتوفيق. صباح الخير. يعطيك العافيه. تعرفنا باسمك. بانا كرام من محافظه حمص، ماده علم الاحياء. اهلا وسهلا. كمان انت جايه من حمص. كيف لقيتي الاسئله بشكل عام؟ هلا طبعا الاسئله صعبه، بس يعني هي بالاخير قابله للحل، وهي لازم تكون صعبه لانه بدها تحدد يعني النخبه على كل سوريا بهي الماده، فلازم انها تكون بهذا المستوى. عندك امل انه تتوجي من العشر الاوائل على مستوى القطر بمادتك، ماده العلوم؟ هلا انا بتمنى حدا من حمص يتوج، بس انا قدامى السنه الماضيه تتوجت. ان شاء الله هي السنه انت وكل زملائك وكل المحافظات السوريه بنهايه هي عم ترفع اسم سوريا. نشوف هون حدا من الطلاب اذا بيحب كمان يشارك. ناخذ المشاركه الاخيره من الطلاب. صباح الخير. صباح النور. تعرف باسم حضرتك؟ هيا اسعد. من اي محافظه؟ طرطوس. اهلا وسهلا. كيف لقيتي الاسئله؟ ماشي حالها. انت شو عم تقدمي، كيمياء كانه؟ كيمياء. كيف لقيتي الاسئله؟ هي صعبه بس انه بدها حل يعني. كيف يعني هيك شعرتي شوي بالاحباط ولا لساتك متفائله؟ لسه عندك امل انه توصلي؟ لا لساتني متفائله. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير، بالتوفيق.
طبعا كما تحدث منذ قليل الأستاذ عماد العزب رئيس الهيئة الوطنية بأن موضوع التأهيل والتدريب هو موضوع مهم جدا بالنسبة للطلاب، والذين هم استطاعوا أيضا أن يكونوا فاعلين في هذه المرحلة. ما فعلته الهيئة الوطنية للأولمبياد العلمية السوري مؤخرا، فقط هذه الإشارة يجب أن يتم ذكرها، أنها قامت باكتشاف هذه المواهب وتدريبها وتأهيلها عبر ما أسمته شكلت المنصة العلمية. هذه المنصة العلمية التي يستطيع فيها الطلاب من كافة المحافظات أن يقوموا بعملية تدريب وتأهيل ذاتي ضمن محافظاتهم، تؤمن التخديم للمشاركين، فشكلت بذلك بنك علمي يستطيع فيه الطلاب المشاركون من محافظاتهم الدخول على شبكة الإنترنت، ويستطيعون الاطلاع على كل جديد في التحصيل العلمي، يستطيعون حل المسائل والتي هي بطبيعة الأحوال مسائل ليست سهلة، يستطيعون اختبار أنفسهم ويقومون بعملية التدريب والتأهيل الذاتي. طبعا هذا الإجراء يعمل على رفع سوية المستوى التعليمي في سوريا، هو الهدف من تأسيس هذا الأولمبياد بشكل عام، رفع مستوى الثقافة العلمية في سوريا. هذا الطموح على المستوى المحلي، يليه بالطبع الطموح على المستوى الدولي، أن تكون سوريا حاضرة في منصات التتويج العالمية، سيما وأنها حققت في السنوات الثلاثة الأخيرة حضور فاعل وأصداء وأجواء كانت إيجابية جدا، رغم أن عمر تأسيس الأولمبياد هو عمر 10 سنوات فقط، هو عمر قصير كما قلنا بالنسبة للإنجازات التي حققها. طبعا هذا كل شيء لدينا بالنسبة للأجواء هنا، أتمنى للطلاب النجاح والتوفيق، ونتمنى لسوريا أن يبقى اسمها موجود في ليس فقط المحافل الدولية على المستوى السياسي، أيضا على المستوى العلمي سوريا موجودة وطلابها يرفعون اسمها عاليا. شكرا لكم زملائي في استوديو صباح الخير، وشكرا أعزائي المشاهدين على متابعة هذه الرسالة المباشرة من فندق شيراتون دمشق. شكرا لك زميلتنا رشا بندقشي، كنتي معنا ببث مباشر من فندق شيراتون لحتى تنقلي لنا كل الاجواء اللي كنا عم نشوفها بالاولمبياد العلمي السوري. اول شيء يمكن لازم نتمنى التوفيق لكل الطلاب الموجودين، يمكن عطلناهم شوي صغيره بس حتى يمكن ننقل كل الاجواء، بيكونوا المشاهدين معنا على طول بكل الاحداث الانيه. رح نرجع لحتى نكمل حديثنا، كنا عم نحكي قبل الفاصل عن موضوع غذائي ودور التغذيه بالتخلص من المبيض المتعدد الكيسات مع الدكتوره ثواب الغبره. مرحبا مره ثانيه. قديش انبسطت وقت بشوف انه التميز لساته ببلدنا، والله يخلينا اياهم هالطلاب وهيك ويقول مثل ما بيقولوا، وحتى الطالب المتميز. هلا كنا عم نحكي عن طاقه الوسط وهالامور هي، ان شاء الله التوفيق لهم، وان شاء الله نلاقي منهم انجاز عملي كمان، مو فقط مسائل الرياضيات ومسائل الفيزياء. هالمخ هن الجيل الطالع دكتوره، فبنتمنى فعلا انه نقدر يكونوا هن الجيل الجاي لبناء سوريا الافضل. دكتوره نرجع لحديثنا، كنا عم نحكي على وصفك انت حضرتك عم تعطينا حميه لكيف بيقدر الشخص يحمي حاله او الصبيه تحمي حالها من المبيض المتعدد. بالضبط بالضبط. هلا برجع للفكره الاساسيه، اني انا لازم اخذ الاكل اللي بيزود قلويه الدم. هلا الفكره اللي نحن بدنا نحكي عليها في بعض الحوامض، نحن حكيناها بشكل سريع، حرجع فصلها بالاهم النقاط الاساسيه. وصفه المي والعسل والليمون هي طارده للفائض الهرموني، الميرميه منظم هرموني رائع، هي ونبات المردقوش. هلا انا بقول لهم للاخوات المشاهدات اللي عندها هالمشاكل هي، المردقوش بيستخدم عندي قبل النوم، الميرميه على الساعه 1 ظهرا، فيها بعد اسبوعين تبدل فتره التوقيت تبعاتهم حتى تعرف عندي كمان، لانه للانتظام الهرموني كمان في توقيت بيولوجي، بتشوف مين اللي ارتاح الجسم عليه اكثر وبتعتمده. النقطه الثانيه الماكولات، الاسماك، الاسماك فيها احماض الاوميجا وفيها ماده اليود، نحن بنعرف قديش ارتباط امراض الغده الدرقيه عنا اياها بالمبيض المتعدد الكيسات، لذلك كل ما نشطت الغده الدرقيه وكل ما كانت بصحه وعافيه اكثر، كل ما نحن كان تعرضنا لهذا الامر عندي اقل وبنسب كثير قليله جدا. الفكره الاساسيه كمان حكينا عن الليمون والبقى.
البقدونس، الليمون والبقدونس بيرفع قلوية الدم. كل شيء مأكولات فيها عندها بترفع قلوية الدم رائعة جدا. هلا الأكلات المخفضة لسكر نسبة سكر الدم كثير مهمة عندك ياها لحمية المبيض المتعدد الكيسات، لأنه نحن أهم أول علاج بيعطوه دكاترة النسائية لهي الحالة هي عندك ياها مخفضات السكر مثل الميتفورمين والكليسيفاج والأمور هي كلياتها. هاي الأمور فيني أنا ظبطها بالغذاء. هلا الأغذية اللي هي بتخفض السكر القرفة والشغلات اللي فيها ألياف بشكل عالي والشوفان وهالأمور هي. كمان خلي التفاح رائع جدا للمريضة تبع المبيض المتعدد الكيسات، إذا ضافتها لسلطة عندك ياها فيها ملفوف وفيها ورق نعنع، هاي السلطة ممكن كمان ترفع لها قلوية الدم بنفس الوقت وتعملها كمان بمراحل إن شاء الله شفائية ما يظهر مرة ثانية. هالأمور هي كثير مهمة. ثاني شيء بدي تشتغل عليه هلا حاليا العلاج بألمانيا للمبيض متعدد الكيسات كبوا كل شيء ادويه هرمونيه مع جنب، لانه حتفوت الانثى بحلقه عندك ياها دوامه ما حتعرف تخلص منها. دخل وعندي شيء اسمه العلاج بالمشي، نص ساعه مشي عندي اياه لل 40 دقيقه مشي وهو سكر الدم منخفض، حتلاقي فرق جدا بطرد الاندروجينات الفائضه بجسمه وبيرجع جسمه للتوازن الحيوي البيولوجي. هلا اكثر شيء بتعاني منه كمان الانثى اللي عندها الحاله هي حب الشباب وعدم نقاء البشره. خلينا نحكي شوي عن هالموضوع. هذا الانثى اللي عندها هي المواضيع هي كثير مفروض تاخذ بنظام الغذائي العسل صباحا، والنقطه الثانيه تحط ماسك مثل اسمه النشا وشوية عسل وشوية خميرة على المناطق اللي ظهرت عندي فيها حبوب حتى لو كان على كتفينا أو وجهها. هلأ بالنسبة للأشعار الزائدة اللي بتعاني منها هي الأنثى عندي إياها بعد إزالة الشعر بأي طريقة حتى ما تفوت الأدوية الهرمونية تزودها، مثلا أنه بيعطوها موانع حمل حتى تشيل تروح هالهي، ولا سمح الله بيعطوها الأدوية المعروفة الجلدية اللي بتأثر على وظائف الكبد، هي نحن بدنا نلغيها نهائيا لأنه هي بتزود لها اللخبطة أكثر ما بتفيدها وبتعمل لها عندي إياها بس شغل ظاهري أكثر لا أكثر ولا أقل. الأمور هي عندي إياها بالنسبة لي كثير بفيدها عندي إياها المادة اسمها عصير الشمندر أو الشوندر، حتى بيقولوا لي إخواتي المشاهدين إنه هذا عصير شمندر بيرفع سكر الدم، أي نعم بيرفع سكر الدم لكن نسبته لرفع قلوية الدم أعلى وتنظيف الكبد أعلى، فبتلاقي نقاء بالبشرة وحتى ما عاد صار في عندها تساقط بالشعر. تمام. طيب دكتور، يمكن بالإضافة ليمكن هاي الأغذية اللي هي فعلا مهمة وعم تلعب دور كتير كبير يمكن بوقاية الصبايا من موضوع مبيض متعدد الكيسات، خلينا نحكي يمكن عن الأغذية اللي ما بيصير تاخذها الصبية بهذا الموضوع. أكثر شغلتين تزيد حجم المبيض المتعدد الكيسات عندك ياها هي المشروبات الغازية والتدخين. هدول الشغلتين هدول كثير بدها تنتبه الأنثى اللي عندها هي الحالة هي إنها تخفف منهم أو ما تتعرض لهم نهائيا. هلا بغض النظر حتى ما فوت بالتفصيلات الداخليه، هي بتزود الشيء اسمه عدم التوازن البيولوجي على الهرمونات المسيطره على هالشغلتين. الشغلات الثانيه اللي هي الامور اللي فيها مواد حافظه مواد مهرمنه، جلد الدجاج جوانح الدجاج ان بمنع عنا ابدا للانثى اللي عندها مبيض متعدد الكيسات. الشيء اللي عندنا اياه ماله طبيعي، يعني كسر التناول عندك اياها المأكولات اللي فيها الهرمونات مثل البيض مثل الدجاج مثل الأمور هاي، والدجاج مو الصدر اللي منزوع جلده، لا الأجنحة بالذات، يعني ننتبه على هالمواضيع. الأغذية المصنعة اللي فيها مواد حافظة مثل نترات الصوديوم هاي بدها تنتبه عليها، زيادة نسبة الأملاح بجسمها. هلا الفكرة الثانية الأمور اللي فيها زيوت مهدرجة، الزيوت المهدرجة تزيد من نسبة احتمال حتى تزايد الكيسات على المبيض وحجمها. الأنثى اللي تعرضت لجراحة أول شيء بدها تعتمد نظام الحوامض الساخنة حتى ما تأهل لكيس ثاني يظهر، خاصة اللي تعرضت لجراحة معينة وشالت كيس عندك يا حجمه لا بأس فيه. فهي الفكرة الأساسية كثير مهمة عندي إياها بالنسبة لنا، وترجع لحمية المبيض متعدد الكيسات يكون خافض سكر، في مشي، في حوامض ساخنة طبيعية، في سلطات ترفع قلوية الدم، عصير شوندر، المنظمات الهرمونية النباتية، المردقوش، الميرمية. الفكرة الأساسية هي إذا مشيت عليها يستحيل بإذن الله تعالى تضاف كيس ثاني او ما تلاقي حالها بمرحله في معافاه باذن الله تعالى. ان شاء الله يا رب. دكتوره، يمكن ذكرتي موضوع الجراحه، قديش ممكن حتى الصبيه انه ما تهمل هذا الموضوع، يعني ممكن بكثير من الحالات انه تضطر الصبيه لاجراء عمل جراحي للتخلص من المبيض المتعدد الكيسات او من الكيسات اللي بتكون موجوده على المبيض. من بعد ما تم اجراء العمليه، في نصائح معينه
معينه تتقدم للصبيه لحتى يمكن ما يرجع ترجع هيك بيسات تعود الظهور؟ قبل ما احط النصائح كثير نبهتي على نقطه مهمه، هلا ببلادنا كل واحد بيشد الحبل لطرفه بيرجع بيقول هذا ما بيفهمها. الغذاء مع الاستشاره الطبيه، مع المراقبه اليوميه، مع التحليل الكيميائي الهرموني، هذا كله بيعطيها فكره واضحه عن جسمها. ولا تغفل وقت بيقول لها الطبيب عندك استشاريين مثلا انه صار بده عمليه، مو لعب القصه، لا سمح الله اي التهاب صديدي فوق هذا الكيس ممكن ياكلها نفير فالوب، يمكن ياكلها لا سمح الله الرحم، فهذا مو شيء لعبه هذا الامور. ثاني شيء الاكياس الكبيره بتضرب الظهر، بتضرب المثانه، بتضرب الكولون، كل هالامور بتفوت فيها. بعد استئصال هاي المواضيع برجع بعيد الحوامض الساخنه كثير مهمه لها. النقطه الثانيه تحافظ على شيء اسمه توازن الهرموني بجسمها. التوازن الهرموني بجسم بيجي بثلاث شغلات، شرب السوائل بشكل كثير عالي لانه المي بتعدل، تنام بشكل صح. النقطة الثانية النوم ليلا بيعدل النظام وظيفة الغدة الصنوبرية المسؤولة عن التنظيم الهرموني بجسم. سيدة الغدد هي الهرمون الغدة النخامية، الغدة النخامية عندها فوائدها كثير بتطلع عندها بنبات اسمه الميرمية، فبتحافظ عليه. والحوامض الساخنة إذا حافظت عليها، المشي اليومي، بتنتبه على أكلها، بإذن الله ما بقى بتتعرض لأبدا كيس مرة ثانية. وبتمنى العافية لأخواتنا المشاهدات بإذن الله تعالى. يعني فعلا هي معلومات كثير مهمه وموضوع كثير هام لاغلب الصبايا. حضرتك اعطيتينا يمكن اهم النصائح والوصفات اللي لازم اي صبيه تمشي عليها. بدي اتشكرك كثير دكتوره على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. حضرتك الدكتوره ثواب الغبره، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك دكتوره، يعطيك الف عافيه. مشاهدينا مكملين معكم بصباحنا لليوم، فاصل صغير وراجعين لا تروحوا بعيد.